أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائم يقول: ما الحكم الشرعي في من يصنع الخمر ثم يقوم ببيعه؟ هذا معتدي، يصنع الخمر، هذا ملعون، لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ملعون مرتين، ملعون لأنه صنع الخمر وملعون لأنه باعها، والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. ويجب على ولي الأمر أنه يؤدبه تأديب البليغ، ويتلف مصنعه وما فيه. يجب على ولي الأمر أنه يتلف المصنع ويؤدب هذا المعتدي بما يردعه. نعم.